السلام عليكم. جميع انسان عنده ضمير وانسانيه يبارطاجي هذا الفيديو الى اوسع نطاق وجزاكم الله خير. جميع واحد جزائري حر ولد الشهداء ود علي لابوينت والعربي بن مهيدي يبارطاجي هذا الفيديو الى اوسع نطاق بالسلطات المعنيه بالامر تتخذ الاجراءات الصارمه في حق هاد الناس وتعطيهم عقوبات قاسيه هاد الوحوش البشريه في وجه ممتاه المرحوم، غير في وجه ممتاه اللي راه في حاله يرثى لها. خوتي بارطاجوا هذا الفيديو وماكسيموم. اليوم غادي نوريكم المجرم الاول الوحش البشري اللي كان الضربه تاعه مؤديه الى الوفاه تاع المرحوم خونا، وهو اللي تخلاه في الفيطو. غادي نوريكم بالصوت والصوره كما راكم تشوفوا خوتي. شوفوا هذه الصوره، هذا الانسان هو الاول اللي دخل في الفيطو. الفوطو اللي على لاغوش راه في الكومبيوس هذيك اللي قلبوها وحرقوها، والفوطو اللي على لادروات راه في الفيطو الداخل يضرب في خونا المرحوم. ودخل خونا جمال الله يرحمه مور الشبكه تاع الفيطو، وهو اللي ضربه بالسكين هنا عند القلب. ها هو تريكوه الخانز اللي جامي بدله، ها هو هنا راح يدخل معاه مر الشباك ويبقى يدق فيه. هو اللي فشله وسكره وخرجه لهم تحت باش قاعدوا يحبسوا عليه هذيك الوحوش البشريه. وهذا الانسان نفسه هو اللي كان في هذيك الحادثه تاع الكومبيوس اللي حقروهم في الاربعاء نتيره وعذبوهم، وها هي حرقوا لهم الكومبيس تاعهم. هذا الانسان المجرم ها هو بالصوت والصوره خوتي كما راكم تشوفوه، لازم تجدوا حي ولا ميت. خوتنا القبائل وعلى بالنا ورانا ضد الفتنه، وانتم خوتنا وقلنا بلي هذوك الوحوش البشريه ما يمثلوش كاع قبائل، ورانا شاهدين على كلامنا ورانا مسؤولين عليه. بصح رد الاعتبار، رد الاعتبار خوتي القبائل، سمعوني مليح، رد الاعتبار تاعكم لازم توقفوا، لازم تنهضوا، ما تقعدوش ساكتين. رد الاعتبار تاعكم هما اللي كانوا في الاربعة نتيرات واللي سكنوا في الاربعة نتيرات واللي خرجوا قالوا بلي هاد الاشخاص ما تمثلناش، لازم هذا السيد تخرجوه لنا حي ولا ميت. لو كان حتى يكون جثه هامده تجيبوا لنا هذا الانسان وتقدموه للعداله الجزائريه في اقرب وقت. اذا راكم باغي خوتي تصفوا رقبتكم، اللي كابيل كاع اللي ساكنين في الاربعاء نتيرات هذا تجيبوا حي ولا ميت، تحوسوا عليه كما قال لك قدافي زنقه زنقه هذا الانسان. وبعد هذا الانسان المجرم الخبيط اللاقيط اللي ما عنده لا اهل لا شرف، هذا الوحش اللي عيب وعار تسميه بشر، لا حول ولا قوة الا بالله، بغى يبرأ روحه وخرج يهدر بفيديو بالزعمة يقلع هذيك التهمة عليه. حاسب لي زالجيريا لا يفقهون شيء ولا يفقهون قول، زعما غير هو اللي فايق وغير هو اللي محلل. نخليكم على فيديو تاع سمعوها مليح خاوتي. بون خاوتي السلام عليكم، نريد الاربعة هيا وهضروا عليا بلي انا كنت نحرق. انا نسكن هنايا، ها لك كارتي تاعنا وهنايا. قال لك كنت نحرق، معليش انا كنت نطفي في النار، الحمد لله انا صافي مع ربي، يعرفوني هيك ولاد اصحابي في الاربعة. وخرجت اليوم هضره باللي حكموا زوج من الاربعة، ما حكموهمش، راهم يديروا في الفتنة هذو، راهم يديروا في الفتنة باش حتى واحد ما يزيد يطلع الاربعة نذيرة، باش ما يزيدش يديرهم الماكلة. هاي خوتي باسكو على بالهم باللي الشعب الجزائري قاعد ضامن هاي ذا، وانا نويت الاربعة ويعرفوني في الاربعة هاي اخوتي. والله 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 ما كاين حتى حاجة في الاربعة نذيرة هذه، والله ما كاين حتى حاجة في الاربعة نذيرة هاي ذا. وهذوك اللي قتلوا هذاك السيد الله يرحمه، انا هنا عقلي دار ايرور، عقلي حبس يقتل ويعزي، هو التريكو ما بدلهش الفايح هايدا اللي قلتو السيد هذاك الله يرحمه مخدوم لا اله الا الله محمد رسول الله. هايدا خوتي واش حبيت نقول لكم انا، ان الله معنا. ونروحوا دروك للوحش البشري الثاني، غادي نعطيكم بالاسم واللقب تاعه لوسيف شميني شامي. هذا خوتي ثاني يسكن في هذه الاربعة نتيرة. هذا الشخص نخليكم تشوفوا بالدليل، هو اللي تصور مع المرحوم رحمه الله اللي يحتسب شهيد علي لابوينت، نقولها ونعاودها، تصور معاه وحطه في ستوري في الفيسبوك تاعه وكتب كيما تحرقنا حرقوك حنا هما القبائل. هذا خوتي اللي ما يمثلش كامل اللي كابيل، هذا الوحش البشري. شوفوا خوتي كيما راكم تشوفوا بالصوت والصوره. ومن بعد كي نفتح في لي ريزو سوسيو حب يبرأ روحه
دوك نوريكم الفيديو خرج يهضر ويطلب اعتذار رسمي من الشعب الجزائري. يا خوتي اللي تسكنوا تما في الدشره في الاربعاء نتيره، هذا الجبد حي ولا ميت؟ لا راكم باغي تردوا الاعتبار للاهل تاع المرحوم، وتردوا الاعتبار ل 57 ولايه وانتوما دي 58، وتردوا الاعتبار للشعب الجزائري والمسلمين ككل. لازم هذا الانسان تجبدوه حي ولا ميت، حتى ولو كان جثه خامده. هذا الوحش البشري، هذا اللي ما يمثلش الانسانيه، هذا الانسان اللي تصور ما سميش انا انسان، هذا الوحش، هذا الكلب، هذا اللاقيط اللي تصور مع جثه المرحوم واستشفى فيه، هذا لازم تجبدوه لنا. وهذا الوحش كينفضح باسكو هادو الناس يفضحهم ربي، كينفضح راح دار فيديو حب يبرأ روحه وبغى يستفز العاطفة تاع الشعب الجزائري ويلعب لهم بلي سونتيمون تاعهم. نخليكم مع الفيديو تاعه وشوفوا واش راه يقول. السلام عليكم. دونك حبيت ندير الفيديو هذه بارابور واش صار البارح، بارابور واش راهي سيركيلي سور لي ريزو سوسيو. دونك الحاجه اللي بالك نغلط روحي ونتمنى يعني نتحمل مسؤوليتها، هي انه ما كانش لازم علينا نصوره ولا نديفوزيو اللايف لانسان يتحرق، سواء انسان ولا حتى حيوان بالك عنده شويه حرمه. صافي هذه نعترف باللي خطا. واش حبيت نقول لكم باللي انا اتبرأ، انا باسمي وانا نهضر على روحي، انا اتبرأ من ذلك الفعل باسكو انا المستوى نتاعي ما يسمحليش ندير هذاك الفعل باش زعما نجيب انسان. انا جا ما نقدرش نذبحها. صح الغلطه اللي درتها واللي نعترف اني درتها هو اني حكمته كي درت اللايف نتاعي، حكمت السيد هذا كي قاعد يتحرق، درت اللايف نتاعي تما صح درته، وكي حطيته في ستوري شغل ما على باليش انايا ولا عنده بعد واحد اخر. هنا نستعرف باللي هنا درت الغلطه نتاعي. انا بصفتي انا نهضر باسمي ونهضر على روحي، نعتذر اعتذارا كبيرا وما على باليش كيفاش نعبر. نعتذر من عائله المرحوم، نعتذر اني صورت هذاك المشهد ودرته في اللايف، ودايور جي ريكوبيري لي رول نتاعي، كاين ناس تواصلوا معايا قالوا لي الله يهديك نحي عليك هذا الشغل. الحمد لله ما كانش لي ما يغلطش، انا نحيت اللايف، نحيت لي ستوري، نحيت كلش، حتى الفيسبوك نتاعي ديزاكتيفيتو باش هكذا، باش ما كي باسكو كاين ناس كيهضر معاك يقول كيفاش ودير هكذا وزعما انت استاذ ولا اخر. ما كانش لي ما يغلطش، والغلطه نتاعي نعترف بها ونتحمل مسؤوليتها. انا نتحمل مسؤوليتي وراني وجهي وباين، اتحمل مسؤوليتي اني صورت هذاك المنظر، وانا اعتذر اعتذارا كبيرا وشديدا العائله وحتى الجزائريين كامل باسكو كاين اللي يعرفوني، كاين اللي يتابعوني، وكاين اللي يعني عندي صداقات معهم. نعتذر جدا عن هذاك المنظر وعن هذاك المشهد، اعتذر اني اقترفت هذاك الخطا، وانا اعترف بهذاك الخطا، وما كانش اللي ما يغلطش فينا خير الخطا التوابين. ونروحوا دروك للوحش البشري الثالث، هذا هو رئيس المؤامره، هذا لازم تجبدوه حي ولا ميت. يا خوتي توما صحابتي زيوزو اللي راكو تقولوا هذه الافعال لا تمثلنا، هنا بانوا باش تردوا الاعتبار، هذا تجبدوه، هذا تحفروا عليه الارض، تجيبوا الكاس وتحفروا الارض، لو كان الدود كان كاليه تخرجوه لنا وتقدموه للسلطات المعنيه بالامر. هذا هو رئيس المؤامره، هذا كي امره الشواكر امره من البدايه الى النهايه باه يبقى مور خونا جمال رحمه الله، وهو اللي قاعد يمشيه، وهو اللي قاعد يحفر له في الفخ، وقاعد لاصق فيه وما خلاه يروح لهاك. هذا اللي فات معاه في قناه الاوراس كما راكم تشوفوا في الصوره، هذا الانسان لازم تجبدوه حي ولا ميت. هذا هو اللي بداها من البديه اللي خونا جمال وصل لتيزي وزو في هذه لربعه نتيره، هو قاعد معاه حتى الدقيقه التاليه اللي قتلوه، وهذا هو الانسان اللي كان يعفس عليه. هذا هو الانسان بداها معاه في البدايه وفات مع في الانترفيو، وهذا هو اللي اعتز عليه في الوفاة تاعه، والشعب الجزائري كاع شافه في الفيديو. هذا الانسان لازم تجبدو حي ولا ميت. الناس الاربعاء نتيرة ناشدكم وجميع واحد فيه دم تاع قبائل وهذاك الفعل الاجرامي ما يمثلش، لازم يجبد لنا هذا الشخص. هادو ثلاثة مجرمين لازم تجبدوهم. هذه الاربعاء نتيرة غير قرية صغيرة، لا كحل وغرطة يصنعه
ماسينيسا ولا عطس ماسينيسا يسن اهيو غرطه لربعه نتيره غي دوار دشره صغيره قاع تعرفوا بعضكم بعض. لازم هاد الناس تجبدوهم، كي تجبدوا هادو ثلاثه وتقدموهم للعداله هادو ثلاثه يجبدوا كاع هادوك 300 ولا 400 اللي عفسوا على خويا جمال واللي دفلوا على خويا جمال واللي ذبحوا خويا جمال واللي بسقوا على خويا جمال واللي عذبوا عذاب شنيع الخويا جمال. هادو تجبدوهم، كي تجبدوا هادو يبانوا كاع هادوك 400 اللي كانوا، باسكو هادي لربعه نتيره غير دوار صغير. ونقولها خوتي ونعاودها، اذا كح جار منا يسمعوا في الجنوب وفي الشمال وفي الشرق، هذه لربعه نتيره. تسمى كي تجبدوا هادو ثلاثه وتقدموهم للعداله وتردوا الاعتبار للشعب، كي تقدموا هادو ثلاثه يجبدوا كاع هادوك 400 واحد اللي كانوا. وراه كاين بزاف خوتي راهم باينين بالصوت والصوره. شو انا جبدت لكم وعطيتكم الثلاثه الرئيسيين اللي هما كل شيء، اللي هما كل شيء. هادو ثلاثه رئيسيين لازم تقدموهم للعداله في اقرب وقت، اقرب وقت ممكن، باش تردوا الاعتبار لاهل المرحوم وتردوا الاعتبار للشعب الجزائري ككل. وهذيك الشيره اللي كانت تقول ذبحوه ذبحوه ذبحوه، كتقول لهم قطعوا له راسه، الحمد لله هذيك ثاني راها باينه بالصوت والصوره. لازم اخوتي تعنوا عليها القبض، انا على ما حسب ما سمعت صايبون قدموها قدموها وقدموها للعداله. اذا ما كانتش منها بالصح راها باينه بالصوت والصوره، لازم اخوتي تقدموها وهي ثاني تقدموها للعداله. هادو ثلاثة هما خوتي الرئيسيين، كي يقطبوا هادو ثلاثة ويحقوا معاهم هادي لربعة نتيرة صغيرة ينجبدوا كاع هادوك 400 اللي كانوا. والسلام عليكم ورحمة الله، ونتمنى إن شاء الله يبارطاجي هذا الفيديو باش تردوا دم خونا الله يرحمه والله يصبر ميمته، الله يصبر ميمته والله يعطيه الصبر بلا عبر. والسلام عليكم ورحمة الله.